أجيت تحت سيطرتي، مشي حاله وأدمن على اللعب، وهلأ صار لازم وصل لساتيش. بس يا ترى كيف فيني؟ خير؟ بشو شارد؟ ولا شي، عم فكر بالشغل. شايف المبالغ اللي عم ندينها وربحنا قليل، الشغل عم يتغير. بتعرف شو رأيي؟ لازم نضخ. شو يعني؟ قصدي نحن بلشنا من 3 شهور، يعني مفروض نصير نربح أكتر. بعد هالوقت مفروض نربح شي 1,000,000 روبية على الأقل. بتعرف هلا صار لازم تدخل بمجال الأعمال، استثمر نص المبلغ والباقي اتركه، هيك بزيد المربح والشغل بيقوى. عم تحكي صح، بس 1,000,000 مبلغ قليل بعالم الأعمال. بعدين مين رح يديننا هيك مبلغ حتى لو بفائدة؟ وأنا خايف ما تزبط معنا، يعني حتى لو ديننا شو بيضمن لك إنه رح يربح ونقدر نسدد الدين؟ صحيح، إذا هيك بدنا شخص موثوق. أنت ليش محتار وعندك الشخص المطلوب؟ مين هو؟ ساتيش. أعماله كتير منتشرة، وإذا استثمرت مصاريك بشركته أكيد رح تربح. إيه مزبوط، يلا اليوم رح أحكي معه. مرحبا. أهلين. أهلين. تعال. مازن، ليك هاي الغلة 60,000، عد. شو في داعي للعد؟ ليش أنا ما بوثق فيك؟ خد يلا هدول إلك. لا مازن، أنا معي مو محتاجة. كيف مو محتاج؟ أنت عم تشتغل هون وأنا ما عم فضل عليك بشي، هذا حقك. يلا مسيك. شكرا مازن. صباح الخير. أنا بدي 10,000 لأسبوع. أنت بتشتغل هون يعني؟ إيه، بس مين أنت؟ ما بتعرفني، بس أنا بعرفك منيح كتير. ولو أنا كنت شوفك بالكازينو، وحتى أنك بتلعب منيح، سهل كتير عليك أنك تضاعف مصاريك 2 و3 مرات بالجلسة الوحدة. شو المسخرة هاي؟ أنا بالكازينو؟ لا، أكيد شايف حدا غيري. كيف؟ أنت أكيد عم تمزح. كيف بيقدر لاعب ينسى لاعب تاني محترف؟ وخصوصي إذا كان مثلك، بالليلة الوحدة قدرت تفوز 3 مرات وضعفت مصرياتك. أنت كذاب، أنت كذاب. أنا ما بلعب قمار، أنت جاي تتبلاني من الصبح. أجيت. يلا أقول شو بدك. أجيت لا تعصب هيك أخي، أنت غلطان فيه، هو ما بيلعب. لا، أنا متأكد منه. يلا لأني أنا شفته بالكازينو مبارح. يلا على شغلكم. شو مسميها مسرحية يعني؟ شو قصدك عم بكذب؟ قلت لك أنا شفته هنيك وأنا متأكد منيح، وإذا بدك كمان ما كنت لحالي، فيني جيب لك شهود معي، هن كمان بيشوفوه هنيك. أخي إذا مو مصدق تعال معي، وقتها بس ببين صادق من الكذاب. ليك ما في داعي، هلأ ما في مصاري، تعال بكرة. يلا بعدين بنحكي. ماشي. مازن هو رجعت؟ ها؟ مازن صدقني كنت مجبر. على شو انجبرت؟ ليش؟ أمي جبرتني وعطيتها 5,000 روبية. وهيك رجعت لها؟ كان فيك تاخذ المصاري مني أنا، بس ما بدك لأني أنا غريب عنك. أنت جرحتني أجيد. مازن ما حبيت حملك همي. أنو هم هذا يلي عم تحكي عنه يا زلمة؟ ما هذا حقك؟ أنت بتشتغل هون خدني حسابك. قدام أول مشكلة بتقابلك بتغلط. مازن أنا بعتذر منك، آسف. بشرط، وعدني إنك ما تعيدها، وانتبه إذا بتخلف بوعدك معي انساني فورا. لا مازن لا تزودها رجاء، أنا بوعدك والله ما رح أعيدها.
أخي أنا محتاج شوية مصاري، إذا فيك تعطيني مصرياتي اليوم رح كون ممنونك. طيب قلي أنت كيف احتجت مصاري فجأة يا أستاذ؟ أنا بقصد قلك بناتك الثلاثة هلأ متزوجين لهيك يعني. أخي أنت ما دخلك بأموري الخاصة أساساً، ليش عم تسألني؟ هاي بتبقى خصوصياتي وما في داعي تتدخل. لا تنسى أنه هدول مصاري، هلأ رجعلي ياهن بسرعة والله يكتر خيرك. بعتذر منك أستاذ منوهر، أنا بدي رجعهم بس هلأ أنا بحالة صعبة ما بتسمح لي رجع لك ياهن. أنت أكتر واحد بتعرف وضع السوق يا أخي. بس يا أخي يوم عن يوم الشغل عم ينهار، كيف بدي رجع لك مصاريك؟ قلي أنت شايف. طيب عطيني أي شيء، حتى إذا المبلغ مو كامل هلأ عطيني اللي متوفر عندك. لازم دبر أموري، قلتلك أنا هلأ بحاجة لو سمحت. طيب رح حاول دبر لك قسم بسيط من المبلغ والباقي منخلي له بعدين، منيحة هيك؟ طيب اتفقنا. تفضل أخي، أنا بدي أتشكرك على المصاري هدول. العفو. بس حاول ترجع لي باقي المبلغ بأسرع وقت. إيه ولا يهمك. مازن، أمك وجانا مو موجودين بالبيت، أنا عم استناهن. لوين راحوا؟ جانا برا البيت؟ ايه. طيب كيف؟ جانا بالعادة بتقلي وقت بدها تطلع من البيت. في شي غلط؟ معقول أمي مرضت؟ امشي خلينا ندور. تعال. مازن، مازن أنا هون بغرفة أمك. مازن جانا، مين قفل عليك الباب؟ مازن أنا قفلته. ليش قفلتي الباب عليها؟ ليش هي بالغرفة؟ ما كنت بعرف، قفلته وطلعت. ليكي إذا بتعرفي أو لا، هذا مو تصرف صح. شو صار؟ مازن أنا كنت عم بشتغل، قلت لحالي بفوت وبرتب غرفة أمي بطريقي، بس لما خلصت جيت لأطلع كان الباب مقفول. لأنه أكيد أمك ما قفلته بالغلط، لكان بعرف عن قصد. سبيت تعترفي ليش قفلتي عليها الباب؟ اسمعوا، هذا البيت بيتي وأنا بعمل فيه مثل ما بدي. لا تفنجر لي عيونك هيك وتحاول تخوفني، عم تفهم؟ هلأ فهمك أنتك؟ لا بقى تفكر تفوت على غرفتي إلا بعد ما تاخد إذني وأنا أسمح لتفوت عليها. أصلاً هالشغل مو عاجبني وما حبيت النظافة. لهيك إلا إذا بتنعاد وبعرف إنها فاتت على غرفتي من ورا ظهري، هالمرة بدي أحبسها أسبوع كامل بالغرفة. وبالنسبة إلك أنت كمان لا تفوت على الغرفة غير لتاخد إذني بالأول، منيح؟ شو ما بدك تعمل فيك تعمله برات هالغرفة. أمي ليش هذا الشيء؟ ومين هذا الأخ؟ أنتوا ليش عم بتخلوا الغريب يعرف قصصنا ويتدخل فينا؟ هاي خصوصيات العيلة وأنا ما في شيء بيزعجني وبيطالع خلقي غير لما حدا غريب بيتدخل فيها، فهمتوا هلأ؟ بابا خير؟ شوفي أنا بابا، أنا كنت
بابا. ايه؟ ليش انت قلقان؟ لا فينود، لا ما فيني شي. بابا اكيد في شي قلقك، مبين على وشك. قلي شو صاير؟ لا مو صاير شي. بابا رح تخبرني؟ قلي شو المشكلة؟ ايه في مشكلة، في مشكلة، في مشكلة وكبيرة. أنا كنت بدي خبرك، حتى كان لازم خبرك من زمان، بس ما بعرف من وين بدي بلش بالموضوع هذا. بابا قلي شو القصة؟ يا ابني القصة شو هاد؟ إنه ابن انحسد؟ قاعدين سوا قاعدة صفا وعم تتناقشوا؟ هاتوا لشوف خبروني شو القصة؟ لا زوجنا، مو متل ما انك مفكرة، وحتى لو في شي أكيد نحن ما رح نخليه يصير بيناتنا. طبعاً ما في أسرار. شبك أنا عم أمزح معك؟ ليش انزعجت كتير؟ أنا؟ أنا انزعجت؟ ما في شي. لا طيب هلأ كمل حكي. لا ما في شي، ما في شي ضروري يا ابني. خلص خلص. مو طبيعي ابدا. ليه سكت بابا فجاه لما اجت امي لهون؟ بس فعلا هو مزعوج كثير، اكيد في شيء. شو هو يا ترى؟ شو في؟ شكرا اخي. جانا؟ مدهوري؟ لك انت وينك مو مبينه؟ بتعرفي انا كثير فقدت لك، عم دق عليكي بالبيت بس حسيت كانه ما في حدا. انت غيرتي البيت يعني؟ ايه غيرته، نحن انتقلنا من البيت نهائيا. هلا انا ساكنه مع بيت عمي. عن جد؟ هذا خبر حلو كثير جانا. طيب كيف الوضع؟ منيح ماشي الحال. وانتي شو اخبارك؟ عم تنتبهي على حالك؟ وكيف فارون؟ نحن بخير، بس احيانا فارون عم يتعب كثير. بس لما رح جيب الولد يمكن هي المشكله رح تنحل. قليلي انتي حكيتي مع اختك فيشاليا بشي وهي كيفها؟ منيحة، عم تحاول تنسى كل شي وتكمل طريقة. طيب درويش عم يحكي معك؟ اتصلتي فيه أو هو اتصل فيكي؟ لا أبداً، لهلأ ما دقلي. ليكي أنا ناطرة اتصال منه، بدي أحكي معه بخصوص الطلاق. ايه انسي كل شي. قوليلي كيف علاقتك مع حماتك؟ ممتازة. أنا مع فارشا بقراره وأنا كمان موافق عليه، وإذا فقدنا السيطرة فأكيد رح أتمسك بهالقرار. إيه وأنا ما رح خليك تتبنى التبني، ما رح يصير بهالبيت لهلأ ولا بعدين. أختي خلص بترجاكي لا تزعلي. لكن شو بدك مني أعمل فايشو؟ هذا كان حلمي، تأملت فيه، بس حماتي للأسف دمرت كل شيء. حتى قبل حلمي ما يكتمل إجت حماتي وسرقته مني. ليش عم يصير معي هالشغلات فايشو؟ أنا غلطت، وقديش لازم عاني لحتى أدفع الثمن؟ أختي أنا متفهمة وجعك كتير منيح وبعرف شو صعبة، بس الزعل ما بيحل شيء صدقيني. إيه اسمعيني منيح، صحيح هلأ خالي بهافنا رفضت، بس ممكن تغير رأيها. أنتي ما بتعرفي هالزمن شو مخبي. ليكي أكيد رح نقنعها. فيشاليا معها حق. فارشا صحيح إنه أمي اليوم رفضت، بس صدقيني أول ما تهدى رح توافق، وإذا ما وافقت
نحن رح نعمل اللي بدنا يا. انت بتعرفي اني مع الحق دائما، وانا معك لانه الحق معك. رح نتبنى فارشا اكيد. بس عتيش، اذا نحن تبنينا الطفل فعلا وامك رفضت وجوده، ما رح يصير هيك. ليكي فارشا، الغضب بيتعالج بالبراءة. بتشوفي اول ما بيجي الطفل اكيد رح يكسب قلب امي. اسمعيني، هي معصبة من قرارنا وزعلانة مني كتير، بس صدقيني رح تكون فخورة فيه. مزبوط، إذا أنتوا الاثنين مقتنعين بقراركم فعلا، شو في داعي لحتى تنتظروا؟ شجع يلا. لا فايشو، نحن ما لازم نعارض رغبة أمي بأي شي كان، لأن نحن إذا عارضناها رح نثبت غلطنا، وهالشي مستحيل. أي شغلة هون رح تصير تحت رغبة أمي، هيك هيك وبس. بترجاك ساتيش، لا تناقشني، انت بتعرف انه رأيي هاد هو الشيء الصحيح اكيد. بترجاك لا تحاول معي. ساشين عم يبكي، لروح. لا، أمي هون، إذا شافتني أكيد بتزعل. ببالي كنت زتيتك على الشارع بدقيقة واحدة، بس ما عملت هيك لأنه ما بدي ناقشك واسمع صوتك بإذني. رح تلزمي حدك ولا بتحبي يتصرف معك على كيفي؟ تذكري شغلة، الهدف اللي انت جاية بسببه على هالبيت أكيد ما رح يتحقق لك هون بالمرة. ليكي فيكي تعملي اللي حاططي ببالك لما تتركي بيتي هاد. بس أمي، دايماً بحاكيكي بلطف ومحبة، ليش مصرة تعامليني بهالطريقة؟ يمكن أنا صار لازم عاملك بأسلوبك، لأن أكيد هيك بتفهميني. عيني فهمي بقى، أنا لا بدي أتفهمك ولا بدي إياك تفهميني، فهمتي؟ لك مليت من الخناق كل شوي، طلعي من رأسي بقى. روحي وخليني أعرف عيش منيح، تركيني عايشة ومرتاحة، لك حلي عني. ستي 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 ستي، اسمع حبيبي حبيبي، ليش عم بتخلي ستك تزعل منك؟ ليش هلأ رحت مع هديك الساحرة؟ حبيبي ستك هون وهي اللي بتدير بالها عليك. ايه خد 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 يا قلبي، هاي اللعبة العاب فيها، لا تبكي. ليك طلع، اذا بعد بتروح معها رح تزعل منك ستك كتير وما عاد تحاكيك. أمي بلشت تحس بالفرح شوي، وهذا الشي بفضل جانا. صار لازم جانا تعرف. جانا جانا، هلأ اتركي من إيدك شوي. بتعرفي شو شفت؟ أمي عم تلاعب ساشين، كانت مبسوطة وعم تضحك. لك للحظة حسيت
إنه أمي رجعت لنا، وهالشي بفضلك أنتِ. جانا، جانا، شو هذا الخدش؟ شو؟ مازن، طالع لي شوية حساسية. ليك بيروحوا إذا حطيت كريم. ليش عم بتكذب؟ بدها تثبت إنه هي أحسن مني؟ يعني هالبنت لشرنة مفكرة حالها حربوقة أكتر مني؟ إيه، أنا رح أكشف لعبتها قدام مازن. بعرف منيح كيف أتصرف وخلي الكل يعرفوا مين هي بالحقيقة. جانا، متذكرة عيد ميلاد ساشين؟ إيه أنا متذكرة. شو حضرت لبكرة؟ بصراحة عم فكر بحفلة، أمي رح تنبسط. لا مازن، ما فينا نعمل حفلة. ليش؟ مازن مشان أمك، يمكن ما تنبسط أصلاً ومو مرتاحة، كيف رح نعمل ضجة؟ بكرة عيد ميلاد ساشو، لك كيف نسيته أنا؟ عادي، الواحد بس يكبر بيصير بينسى كتير شغلات. بس هلأ بما أني عرفت هالشي لازم أعمل له حفلة كبيرة، حفلة بعمره ما نعملي. مازن؟ هادي. إيه؟ مازن، مازن. إيه بابا؟ لازم نعلق البالون، حط واحد تاني لأنه بيذكرني بأمك. إيه، لك اسمع، لأنه هي بتنفخ حالها مثل البالون. بابا. بابا، دائماً بتتمسخر عليها. إيه، طيب، بدنا نتسلى بشي شغلة. بابا، لو كانت معنا ما بسترجي. أنت بلحظة، ليكي كيف؟ الكل مبسوط هون، والكل مرتاح كمان إلا أمي. وأمك أكيد رح ترجع. أهلين أهلين راجو. مرحبا خالتي، كيفك؟ أهلين أهلين، وأنت كيفك؟ تمام الحمد لله، أنت شو أخبارك؟ أنا بجنن. الحمد لله. شو هاد؟ سانجو ما إجا؟ خالتي هو مريض كتير، قال سلموني على ساشين كتير وعلى كل الأهل. إيه يلا يلا، فوتوا تفضلوا تفضلوا. شكرا. أهلا وسهلا. ساشو، تع تع حبيبي، لك أنت ابني وحبيبي كمان. مازن. أهلين أجيت، كيفك؟ أهلين مازن، كيفك أنت؟ مرحبا. إيه هاد، كيف إجا؟ شفت؟ كان على الطريق ونادالي أستاذ لوين؟ فيك تاخذني معك؟ وأنا شفقت عليه وقلت له تعال، وقام إجا معي، هيك صار. عيد ميلاد سعيد؟ لا يا أجدب، مو عيد ميلادي إلي، عيد ميلاد ساشو. كنت خبرني من قبل. أنا اشتريت له كنزة، وهلأ أكيد رح تطلع كبير عليه. ليك رح بدلها. إيه؟ اسمع ليك، غير ثيابك إلك كمان. إيه؟ يلا بسرعة روح. وليش؟ يلا روح، أمي تعلق عليك هلأ. يلا لك ليش واقف؟ يلا بسرعة روح. إلا يسلم. شو هالغبي هاد؟ كيفك أنت؟ رح جيب الكيك. هاي باندو. إيه ماما. روحي خليهم يجيبوا الكيك حبيبتي، الكل وصلوا. مرحبا سافيتا. أنا فعلا سعيدة كثير بوجودنا بين هالجماعة. يلا أعطيهم الهدايا. أها. استنى لحظة. انتو مين عزمكن لعنا؟
شو قصدك؟ انت اللي اتصلتي فينا وعزمتينا. ليش هالكذب؟ انا ما بنكر، صحيح عم بنسى كتير، ايه بس مو لهالدرجة. بتعرفي اني ما بطيقكن، وكل ما بشوف حدا منكن بحس انه بيسود كل نهاري. شو هاد؟ وهاليوم بالتحديد يوم خاص كتير بالنسبة لعائلتي، وما بدي اياه ينتزع بوجودكن. فيلا اسمحولنا، روحوا وخلوني مبسوطة لآخر هالليل، يعني ورجوني عرض كتافكن. شو عم تحكي؟ انتي اتصلتي فيني و... عيب الكذب يا سوشنا. من لما داست بنتك عتبت بيتنا صارت حياتنا مثلها مثل المزبلة، وما في مجال لنعمل صلح. ها وانتي هلأ شايفة بعينك كيف الكل مبسوط، جاية انتي لتنزعي لنا السهرة؟ سافيتا استني، ما بيصير هيك، نحن اجينا لانك انت اللي اتصلتي فينا. صح، بنتك اجت لتقعد هون غصب عني، ولا تكون انت كمان فكرك تعمل نفس الشي معي على اساس رح اقبل هالعلاقة، هيك مفكر؟ ما انا ما رح ارضى بهالشي ابدا، ولا رح اقبله، وما رح خليكن تسهروا ببيتي الليلة. الكل شايفين، شايفين شو نوع هالناس اللي جاييني على الحفلة؟ ها؟ هدول مو ملاقيين ببيتهم أكل، قالوا يلا منجي منتعشى ومناكل شي طيب عحساب غيرنا. شو هاد؟ شفتي؟ ارتحتي؟ انبسطتي هلا؟ أنا قلت لك لا تصدقي هاي المخلوقة اللي ما بتتصدق. وليكا ما صار إلا جيتي وجبتينا معك وزليتينا قدام الناس. مانو شو فيروت؟ شو بدك؟ أنا قلت لها بلاها بس ما ردت علي، قال شو عم تتصل وتحكي بلطافة، وعلى أساس هي اللي عزمتنا على الحفلة، وهلأ شوف على البهدلة اللي قدام الناس. أنتي بتحبيها مو؟ أمي هالمخلوقة ما بتستاهل التطليعة منك. لا تحكي أنتي، سكتي أحسن ما أصر لك لسانك. ها بالله شو؟ إيه هذا بيتي وانتو ما حدا ضربكن على ايدكم مشان تجوا لهون. هيك لك؟ ايه نعم. انت اللي عزمتينا. خلص بقى، انت اتصلتي وهلأ جاية تنكري كل شي عملتي، ونحن بحكم اخلاقنا قلنا منحضر عندك على القليلة مشان الصبي، وانت عم تنكري؟ انا شو بيعرفني، هي وحدة من عوايدك، لانه انت وين ما بيكون في حفلة بتكوني رحتي ركض ودحشتي حالك. شو يا سوشنا، هلأ هي هي اخلاق عيلتك؟ شفتي حفلة ودبرتي خطة؟ قلتي لحالك بجي مع الصهورة والبنات، وبهالمناسبة السعيدة بتجي كل العيلة كله منشان تاكلوا وتوفروا على حالكم. أنا ما عزمتك ولا فكرت بالموضوع أصلاً، شو جايبك؟ جاي لحد أمي. أمي اهدي شوي، اهدي، لا توجي رح تمرضي. خلصني بقى، بدي أمرض وموت، بس ما عاد فيني أتحمل أكتر. مين اللي عزمهم لهدول على بيتي؟ أنا. أنا عزمته. دقيقة. إيه نعم أنا اللي عزمته. وين الغلط؟ مثل ما هذا بيتك هو بيتي كمان، وحرة فيه، وأنا لقيت إنه ما في غلط إذا عزمته. شايف؟ هي المخلوقة هي السبب بكل شيء. اتصلت بأهلها مع إنها بتعرف إنه ما فيني أتحملهم ولا بحب شوفهم فايتين على بيتي، راحت عزمتهم. أنا بعرف منيح إنه هدفها تنزع لي عيشتي كلياتها. أمي اهدي شوي، صحتك مالها متحملة، تعبانة أنتِ. أمي أنتِ ليش عم تكبري القصة هيك؟ طيب فهميني وين الغلط إذا أنا اتصلت وعزمت أهلي على الحفلة؟ هن ليش إجوا؟ ليحتفلوا بساشين. اجوا ليشاركوكي، اما انتي انا ما رح اتحمل اكثر. اسمعي شغله، اذا ما فيكي تعطي الفرح على الاقل حاولي تتعلمي تقبلي الفرح من غيرك. جانا شو هذا الحكي؟ اسكتي هلا. لا مازن، انا ما رح اسكت، عطول كنت اتحمل واسكت،
كنت خليها تحكي حتى لو غلطانة، بس اليوم زودتها وكتير كمان، وهالشي لا يحتمل، وأنا هلأ رح خليها تحس بغلطها. وين؟ بكفي. تعالي. ليش هيك عم تعملي؟ كيف عم تحكي مع أمي؟ أنا بعرف إنه الغلط راكبها من راسها لرجليها، بس أنت مو معقول تحكي معها بهذا الشكل. أنت كنتي بالمشفى وسمعتي كلام الدكتور. الدكتور قال بعظمة لسانه إنه ما لازم يصير شيء ضد رغباتها. شو رأيك؟ رح تأذي حالها. ما لا تحكي. أنت بلحظة واحدة خربتي كل شيء عملتيه. شفتي؟ إجينا وعدنا بالبيت غصبا عنهم كمان. كل شيء كان ماشي تمام وكانت عم تتحسن، بس بدي شو عملتي هلا؟ شو انجزتي؟ انبسطتي؟ ارتحتي؟ كان لازم تخبريني باي شيء كنتي ناويه تعمليه. انا كنت تصرفت. مازن انا بعرف انه اهلك وقرايبينك انهانوا. انسي ما علينا. رجاء انتبهي مره ثانيه. حاكيها باحترام. رجاء. رح شوفها. أنا بعتذر منكم كلكم. شو ما صار سوء تفاهم كبير. هالسوء التفاهم هاد ما كان صار لو ما أنا تدخلت بالعزيمة. لهيك رجاءً رجاءً انسوا، أنا كتير بعتذر منكم. يلا انسوا على القليلة كرمال ساشين. يلا تفضلوا. مازن أمي أنا بعرف إنك معصبة كتير، بس إذا بتريدي أمي استوعبي الموضوع شوي. هنن كمان قرايبيننا. يا أمي هنن إجوا على الحفلة ليباركوا لساشين. مرئية أمي أنت كمان بدك إنه ساشين يكون مبسوط، ما هيك؟ كرماله؟ انسي إيه؟ فاندو يلا روحي جيبي الكيك. فاندو استني. حلو كتير حلو والله. عادة حلوة وجديدة. بالأول بتقلعوا العالم وبعدين بتقولوا لهم انسوا. أمك أهانتنا قدام كل الناس ببيتها، مسحت فينا الأرض وشرشحتنا. برأيك ممكن ننسى هالشي؟ ولا يمكن ننساه، وما رح نقدر ننساه، ونطنج على كل شي صار ونبقى لنحتفل معكم. انتو هلا خليكم واحتفلوا ونحن رح نروح. ماما يلا لهون وبكفي، ما فينا نوسع فيها. بلكي تغير مزاجها. شو رح نعمل وقتها؟ رح نوقف هيك ونسمعها؟ شو رأيك؟ ما عاد فيني اسمع صوت هالمخلوقة بنوب. يلا خلينا نمشي أحسن. يلا فينود. فايشو فارشا يعني انتو رح تبقوا. اخليكم بس انا رح امشي لانه ما فيني خلي حدا يهني واسكت له كمان وببيته. مانو استني شوي، انا جاي معي. انا كمان ما فيني ابقى بينكم بالبيت يلي انهانت فيه بنتي. يلا امشي. شو؟ شو بكن؟ ليش ساكتين هيك؟ خلاص يا جماعة انحلت. كل اللي بدهم يروحوا راحوا هلا. لا تخلونا ننزع سهرتنا مشان هالقصة. يلا جيبوا الكيك. يلا
شو؟ كأنه ظهر البطل؟ جيمس بوند مضيع الطريق شي؟ يا أستاذ أنت شو عم تقول؟ تغيير موديل. سابيتا، نحن منعتذر إذا سببنا لك أي مشاكل، سامحينا، بس نحن ما عنا أي نية بإزعاجك. هالهدية منا لساشين. يلا إجا الكيك. مازن لا تاكل هيك، في مفاجأة لإلك رح روح جيبها. شو عم تعملي؟ ولمين بدك تعطيها لهي؟ لمازن. لمين؟ لا لا لا، مازن ما رح ياكل ابدا من هذا الصحن تبعك. شو؟ شو شو؟ لاني امه، وهلا رح صب له صحن على كيفي وطعمي انا بايدي. امي، هذا عوامه وهذا عوامه كمان، شو الفرق يعني؟ الفرق كبير، انا بعرف منيح انه ابني بيحب الحلو اللي انا بعمل له اياه وبس. على كل حال، مازن اجا وحكى معي وطلب العوامة مني. طلب مني؟ ايه. هلأ كان معي برا، حتى انه ما بيعرف. على كل حال ابنك بعده ما بيعرف انه في طابات عوامة بالبيت. شو قصدك انا كذابة يعني؟ انا ما قلت هيك. صحيح انه انت ما عم بتقوليها بوشي، بس انا بعرف منيح شو في بقلبك تجاهي يا مكيودة. ايه ايه، ابعدي هيك. لا، جوزي انا بطعمي هيك لكان، لأن أصلاً مازن هلأ تعود على طبخي وهو بيحب الحلو حسراً من إيدي. أنا اللي رح طعمي. إيه ما صار لك عم بتطعمي يومين، أما أنا من لما خلق وإجا على هالدنيا عم طعمي وهو بيحب أكلي. أصلاً أنت مبارح إجيتي على حياته، شو بيفهمك أنت هو شو بيحب؟ وأنا رح طعمي كمان. طيب
انت واثقه من هالشي؟ اسمعي لكان، انا رح ناديله وخليه هو يقرر. رح نساله انا اطيب طبخي ولا طبخك؟ ايه لا مو على كيفك عيني. انا قلت لك مازن رح ياكل من اللي انا طبخته. هيك ما بيصير، لا تستخدمي اسلوبك معي. انت الكبيره بهالبيت ونحن منحترمك، بس هاد ما بيعني انه انت الصح ونحن الغلط. لهيك لا تتعبي حالك. هالمره انا قررت اني رح طعمي الحلو لمازن بايدي، بقى اسمحي لي. ايه لا امي، ما امي اتركي. لا ايه هاتي لهون اتركي. وين راحت؟ مشي الحال امي، لكن النار انطفت خلص. اهدي اهدي انت بس. بسيطة امي، هديتي؟ شو صار؟ ليش عم تسألني؟ سأل مرتك. هي اللي كان بدها تحرقني. أنا حضرت لك صحن حلو من اللي بتحبهم أنت، وقلت لحالي رح طعمك مثل زمان، ومع إن عرفت هالشي الصبح بس رجعت عملت طنجرة تانية. بدها تتخانق لأنه لما عرفت راحت أصلاً صبت لك صحن منشان تسبقني. ولما منعتها دفشتني على طول على الفرن وصار الحريق بتيابي. انا بعرف هي بدها تحرقني وتخلص مني، بدها الجو يفضالها. قامت دفشتني لك، انا كنت رح احترق. شو هالحكي سافيتا؟ انا بعرف جانا كتير منيح، مستحيل تأذيكي. ايه سافيتا، انت فهماني غلط، جانو ما فيها تعمل هالشي. ايه تصطفلو، اذا مفكرين اني عم كذب عليكم اسألوها. يلا سألوها، بتعرفوا الحقيقة. جانا احكي شو صار. جانا شو يلي صار؟ شو معها حق؟ جانا قولي مشان الله. شو عم تعملي هلأ؟ عناد وغباء وتحدي؟ كانت رح تحترق. شو بدك تعملي؟ شو بدك قولي؟ اسمعي جانا، أنا اجيت لهون لأني بدي أعيش جنب أمي. أنا بدي شاركها السعادة وما بدي أكون سبب بحزنها بنوم. ليش هيك؟ سألتك ليش هيك؟ مازن هي بتغار مني كتير، لأنه أنت بتحبني كل هالقد ولساتك متعلق فيني، ولأنه بدك تعيش عندي. هذا الشيء مجننها، وهي أصلاً بتلعب مثل هيك ألعاب معي، شايف كيف؟ بس فهمها، إذا بتحاول تعمل هالشي مرة تانية أنا رح أحرقها. إيه هي حرقتني اليوم. خلص أمي، و...
وانا اكيد رح احرق اشياء. خلص اسمعني مهزي. خلص يا امي خلص اهدي، جيبي لها مي يلا. هذا هو هدفي، شوفك انت وامك متفقين. تبكي حبيبي، رح أعطيك حليباتك، يلا خود خود حبيبي. بدك حليب؟ إيه هذا هو الحليب. ها أمي، أنا بوافقك إنه جانا غلطت، بس أمي هي عرفت شو غلطها، أنتي ما لازم تقلعيها. ليكي أنا سامحتها، أنت كمان سامحيها. مازن مازن قوم، ساشين عم يبكي، بعتقد انه امك نايمة، سمعته عم يبكي بصوت عالي. مازن ايه يلا يلا يا سفيتا، ساشين عم يبكي، شوفي شبو سفيتا. ما عم تسمعيني؟ الولد عم يبكي، شوفي شبو. شو بابا؟ أمي نايمة لهلأ؟ لا لا لهلأ مستحيل، والله هالشي غريب. بعرف إنه سفيتا مستحيل ما تفيق إذا ساشين بكي. يلا تعالوا. شو سفيتا؟ شو عملتي؟ شربتي مي؟ مي؟ ما أنا عبيت هلأ حليب. كان عتمي، يمكن غسلت وشي بالحليب وصبيت له مي بداله، بدل ما عبي له حليب عبيت له مي. هلأ بقوم بطعميه. أمي أعطيني القنينة أنا بعبيها. سفيتا، ساشين كان عم يبكي من زمان وأنتي ما كنتي عم تشربيه الحليب. ما انتبهت انه عم يبكي، ما كان عم يبكي، ما قدرت اسمع. ما قدرتي تسمعي؟ شلون؟ ما بعرف. معلش سمي. بدك تشرب حليب؟ ايه خود طالع بطناوي لجدك.
ليكي انتبهي منيح على ساشين، ايه؟ وحاولي تخليه ينام. لكن لا تنسى تطفي الضوء وانت طالع، ما فيني نام والضوء شاعل. تعالي. ايه بس يا قلبي، يلا خد خد حليب، يلا الضوء رح يضل مطفي، خد شراب الحليب، ما رح يطلع لك الشبح لا تخاف. قلقك هذا ما له اي معنى، كان الضوء مطفي وما كانت صحيانة يعني. بعدين ليش محملة الموضوع كتير؟ يعني جانا المي ما... لا مازن، ما فهمت علي. أنا ماني قلقانة، حتى لو شربيته مي بدل الحليب. بتسأل كيف قبلت، كيف قبلت قنينة الحليب من إيدي، وكمان عطتك المفتاح وسكتت فورا، ما خانقتك. أمك ما كانت هيك. وعم اسأل حالي إذا عم ترجع تحس بالكآبة، إذا هيك صاير لازم نعمل شي. ما رح أرضى أنها تضل بهذا الوضع. أنا مبارح حكيت مع أبي. عن جد؟ عن جد؟ وشو قال لك أبوك فينود؟ إمتى رح يعطيك؟ فينود قلي، أبوك وافق يعطيك لورا؟ مانو، بابا ما وافق يعطينا شي. كيف؟ فينود، انت بتعرف شو معنى هذا الحكي؟ ما في وثائق فينود، نحن ما كان بدنا الوثائق مشان نتبرطع فيهم، نحن بمشكلة، هاي غلطتنا، نحن ما كنا بحاجة نطلبهم. مو البيت باسمك؟ روح ورهون البيت من غير حتى ما تسأله. لا مانو، ما بيصير، البيت مو باسمي، البيت لأمي. الموضوع نفس الشي فينود، مو بعد عمر طول كل شي إلها رح ينتقل لأسمك؟ معناتها أنت من حقك ترهن البيت هلأ. مانو، فينود، فينود شوف، أنا ما كنت بدي أقول هالحكي، بس أبوك هو اللي جبرني أحكي هالحكي. ما بده يعطينا لورا، أبوك شكله ما بيوثق فينا. أنت مو عم تعمل مشان مصلحة البيت؟ فينود لازم تفهمه أنك عم تعمل هالشي مشان مصلحته. لما الشقة تنباع الكل رح يستفيد، مو بس نحنا كمان. بس ما في حل، بهالحالة رح نخسر الشقة بسبب هالعناد. فينود كل جهودنا رح تروح بالهوى. عم تسمعني؟ لازم تفهم ليش ما بدهم يساعدوك. روح لعند أمك وقول لها شو صار. فينود، ليش ما بتروح لعند أمك وبتقلها؟ شو؟ شو رأيك تشرح لها القصة؟ ليك رح تساعدنا، أنا متأكدة إنه هي عندها عن جد الحل. بس مانو، إذا بابا اكتشف إنه نحنا خبرنا أمي، أنا بعتقد إنه رح يزعل كتير. إيه خليهم كلهم يزعلوا، هاي مو مشكلتي. فينود، نحنا ما معنا وقت، بدي بسرعة ناخد الشقة، ما بدك ترجع تفتح شغل؟ أبوك لازم يقدر هذا الشي، نحنا نيتنا مو غلط، وبس يعرف هيك رح يوافق. فينود، ما في حلول، إذا بدك هذا البيت يعيش بسعادة عطول، ما في مشكلة تتحمل تعصيب أبوك عليك. رح فوت قبلك. يمكن راحت. شو بدي أعمل بهالوضع معهم؟
كل ما حاول خليها تعصب أكتر، كل ما عم تصير أهدى، ما عم تتفاعل معي. شو عم بصير معها؟ ليش ما عم تحكي أي كلمة؟ أنا ما عم بقدر أفهم. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.